بين أوروبا والصين محطات خلاف عدة، تعاون اقتصادي وسط نزاع بشأن التجارة وأزمة سياسية تقودها مواطن الخلاف بشأن روسيا وتايوان، والأمن الأوروبي بين الضمانات الأمريكية والاستراتيجية العسكرية الصينية في مواجهة التداعيات والسيناريوهات القائمة. مرحبا بكم إلى الرابط مباشرة من هنا من استوديوهات الشرق في الرياض. إذن شارل ميشيل يزور إذن الصين في هذا التوقيت بالتحديد، وعن ذلك نتساءل، هل تسهم زيارة رئيس المجلس الأوروبي في حل الخلافات السياسية مع الصين؟ أيضا نتساءل إلى أي مدى ستعتمد القارة العجوز على صادرات الصين وسط ضمانات وقيود أمنية أمريكية؟ رغم خلافاتهما، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على استخدام نفوذه على روسيا للضغط عليها لاحترام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا. نستمع. I urged President Xi, as we did at our EU-China summit in April, to use his influence on Russia to respect the UN Charter. Kremlin's attack on a sovereign nation blatantly violates international law. President Xi and I agreed that nuclear threats are not acceptable and highly dangerous and endanger the international community. من الصين يمسك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عصا العلاقة بين طرفين من الوسط، فرئيس المجلس الأوروبي يمد يده إلى التعاون مع الصين ويترك وراءه التوتر الجيوسياسي والتجاري. لكل من الاتحاد الأوروبي والصين مصلحة في عالم قائم على القواعد يكون ميثاق الأمم المتحدة في صميمه. أتيحت لنا الفرصة لمناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا، فالصين تشكل لاعبا عالميا وعضوا دائما في مجلس الأمن. نتشارك مسؤولية العمل للسلام واحترام المبدأ الأساسي للميثاق الأممي. من الواضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي أبرز ملفات النقاش بعد القلق الأوروبي من الموقف الصيني ودعوة بكين إلى إقناع موسكو بوقف الحرب. الملف الخلافي الآخر هو تايوان، عقب زيارات متزايدة لسياسي التكتل للجزيرة في خطوة أثارت غضب بكين. الرؤى الغربية تتمحور حول اتجاهين، الأول متشدد تقوده الولايات المتحدة لتقويض نفوذ بكين وتقليص الاعتماد عليها، أما الاتجاه الثاني فهو معتدل يريد علاقة جيدة مع الصين، فضلا عن دائرة واسعة من الدول التي لا تريد معاداة بكين بشكل مبالغ فيه في ظل الاعتماد الاقتصادي عليها. الانفتاح على الصين لن يكون سهلا على الاتحاد الأوروبي، بل يشوبه أسئلة وجودية بشأن أمن القارة، فأوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على الضمانات الأمنية الأمريكية وموردي السلاح الأمريكيين لتشكل الاستدارة نحو الصين إن حصلت نقطة حساسة للولايات المتحدة. وعند الحديث عن الأمن، يحضر الناتو الذي كشف عن مواجهة عسكرية محتملة في آسيا والمحيط الهادئ، ولكن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أشار إلى عدم وضع الناتو تصوراً للعمليات. العامل الاقتصادي المتمثل بمبادرة الحزام والطريق يبقى الرهان الأصعب. بالتزامن مع قمة أوروبية في الصين، قمة أخرى تنعقد في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي، الذي حذر من خطر سقوط أوروبا ضحية التنافس التجاري بين الصين والولايات المتحدة. لعل رئيس المجلس الأوروبي يسعى أيضا لتحقيق توازن بين تعزيز الصادرات إلى الصين وحاجة بروكسل تكون حازمة في الدفاع عن الديمقراطية والحريات. إذن بين الصين وأوروبا مواقف سياسية متباينة في وجهات النظر تجاه ملفات دولية عالقة، على رأسها كيفية التعاطي مع تايوان والاصطفاف مع روسيا ضد الغرب من دون القدرة على التخلي عنها اقتصادياً.
قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. نتساءل اليوم، هل تسهم زيارة رئيس المجلس الأوروبي في حل الخلافات السياسية مع الصين؟ أو أيضا نتساءل إلى أي مدى ستعتمد القارة العجوز على اقتصاد الصين وسط ضمانات وقيود أمنية أمريكية؟ هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء. من برلين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية السيد أولريك بروكنر، وهو أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين. مرحبا بك. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير، وهو الباحث في العلاقات الدولية في جريدة الأهرام. مرحبا بك. من بكين ينضم إلي السيد جون غونغ، وهو أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة العلاقات الدولية الصينية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من برلين وأسألك سيد ودكتور أورليك، الرئيس الصيني اعتبر أن هذه الزيارة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى بكين في هذا التوقيت بالتحديد بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني هي بادرة حسن نوايا من الاتحاد الأوروبي تجاه تنمية العلاقات وتمتينها مع الصين، هل هذه هي الرسالة التي أراد الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت أن يوصلها إلى بكين؟ نعم، أتفق تماما مع هذا التحليل، وأرى أن هذه هي بالضبط الرسالة. هذا الوقت الذي نعيشه مليئا بالصراعات، وهذا العالم لم يعد متعدد الأطراف بل هو متعدد الأقطاب حتى، ولذلك من المهم لكل طرف أن يبقي قنوات تواصله والحوار مفتوح وأن تكون هناك توقعات متبادلة. ولذلك أنا لا أتوقع أن تكون هذه زيارة اعتيادية كزيارة أولاف شولتز قبل بضعة أيام، بل هي زيارة مبنية على مصالح وطنية، على اتفاقات، وهي إشارة قوية للغاية يرسلها الاتحاد الأوروبي عن اتحاده في موقفه وعن توقعاته من الصين وعن توقعات الصين أيضا من الاتحاد الأوروبي. طب أسأل ضيفي من بكين سيد جون، يعني ما الذي تريد الآن الصين من الاتحاد الأوروبي الذي يعني يذهب إليها ويسعى إلى فتح يعني أبواب ربما من التعاون أولها اقتصادي وسياسي نتحدث عنه في سياق هذه الحلقة؟ ما الذي ستقدم الصين بدورها كبادرة حسن نية؟ تابعنا زيارة شولتز، الآن زيارة رئيس المجلس الأوروبي، ونعلم بأن هناك ضغط أمريكي بهذا الشأن. إن تحدثنا بشكل عام نقول أن الصين تسعى وراء إقامة علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي، على الأقل علاقات عادية. هناك على سبيل المثال بعض البوادر الحسنة التي رأيناها في السابق، ولذلك لا أرى أن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما أي صراع ولا أن هناك أي توتر بينهما، بل هناك احترام متبادل. وحقيقة أن الأنظمة السياسية مختلفة أمر لا يعني أنها عقبة حقيقية أمام العلاقات بين الطرفين، سواء خاصة العلاقات الاقتصادية طبعا. وبالنسبة للخلاف بشأن الحرب في أوكرانيا، فنحن حقيقة نحن بالفعل نتفق مع الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وأن الجانبين يجب أن يتوقف. لا نريد أن نذهب بهذا النقاش إلى الحرب في أوكرانيا لأنه هذا الملف سنتناقش عنه بعد قليل، ولكن يعني أستغرب قليلا مما تقول بأنه لا يوجد خلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين. ماذا عن ملفات حقوق الإنسان التي يعني هذه الاتهامات التي دائما ما يعني نسمعها من قبل الغرب إلى الصين؟ ماذا عن يعني ملفات أخرى، هذه الاحتجاجات الآن التي هي بالصين؟ هناك أيضا نظرة منددة لطريقة تعاطي السلطات الصينية مع هذه الاحتجاجات. ماذا مع يعني مناصرة الاتحاد الأوروبي للجانب الأمريكي الذي هو أساسا بعلاقة متوترة وحرب اقتصادية نوعا ما مع الصين، حتى يعني محاولات لتقويض الصين ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ؟ وبالتالي كيف ترى بأنه كل هذه الملفات هي ملفات يعني لا تشكل عقبة في العلاقة بين الطرفين؟
أنا لم أقل أن الخلافات ليست موجودة، أنا فقط قلت بأن الخلافات ليست عميقة أو ليس هناك تضاربا حقيقيا. نعم الخلافات موجودة بالتأكيد، فيمكننا أن نتفق على أن نختلف، مالي لمصلحة الطرفين، ولكن أريد أن أدلي ببعض النقاط لها تأتي لها علاقة بما أشرت إليه. هذه الأمور تحدث كل يوم بين الدول، آراء مختلفة، رؤى متباينة، وفي رأيي الحكومة الصينية لديها أوجه قصور كما أي حكومة، وهم يستمعون وينصتون إلى أصوات الشعب. بدأنا نرى مثلا أن هناك تعديلات على السياسات في مدينة وانتو على سبيل المثال، وأماكن أخرى في الصين سوف تحذو حذو هذه التعديلات السياسية. هذه القلقلة المدنية أمور عادية تحدث بشكل متكرر أو دوري، أو هي ليست مستحيلة طبعا حتى في الأنظمة الديمقراطية، ولذلك أنا لا أرى أن القلقلة الاجتماعية أو المدنية سببا حقيقيا للخلاف. وبجانب ذلك لا توجد حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، لا أتفق أبدا مع هذا التحليل، فهناك صادرات أوروبية أيضا تصل إلى الصين وبالتبادل، و لذلك العلاقات التجارية أيضا مع الاتحاد الأوروبي طيبة. ولكن اليوم على سبيل المثال تابعنا هذا الشد والجذب أو بالساعات الماضية بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، هواوي على سبيل المثال، ومحاولات تقييد الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذه الصناعات التكنولوجية التي تتهمها بأنها يعني تنتهك الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن غض النظر عن هذا التوتر في العلاقات. على كل الأحوال نناقش المزيد بهذا الشق، ولكن أذهب إلى ضيفي من القاهرة. مرحبا دكتور أيمن، هناك انتقادات كثيرة يعني تعرض لها شارل ميشيل على خلفية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد، البعض رأى بأنه كان يجب عليه أن يؤجل هذه الزيارة التي تتزامن مع هذه الاحتجاجات في الصين وهذه الانتقادات لطريقة تعاطي السلطات حتى حيال زيرو كوفيد. هذه السياسة هناك أيضا الكثير من الانتقادات. سؤالي، لماذا بالرغم من كل هذه الانتقادات أصر على أن يبقي هذه الزيارة في توقيتها؟ ما الذي تريد الآن الدول الأوروبية من الصين وبهذا الإلحاد؟ أولا تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام ولكل السادة المشاهدين. أنا في تقديري شارل ميشيل من خلال هذه الزيارة أراد أن يرسل مجموعة من الرسائل في هذا التوقيت ودون تأخير. الرسالة الأولى أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التواصل مع الحكومة الصينية حتى لو كان هناك خلاف في وجهات النظر، سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو التجارية أو حتى الاقتصادية. الرسالة الثانية، لا ننسى أن اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة حول الصين تحدثوا عن ضرورة بلورة رؤية أوروبية مستقلة لكيفية التعامل مع الصين. أنا في رأيي هذا جوهر القضية. الرسالة الثالثة أيضا تتعلق بأن التواصل المباشر من خلال القيادة في الاتحاد الأوروبي والصين هي محاولة لإزالة ما يمكن وصفه بالقناعات الخاطئة لدى الجانبين. خلال الفترة الماضية ومن خلال الشد والتوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحديث الرئيس جو بايدن عن تحالف القيم الذي يشمل الاتحاد الأوروبي أيضا معه، ربما شعرت الصين بأن الاتحاد الأوروبي ينحاز إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل. أراد شارل ميشيل أن يقول ربما أن الاتحاد الأوروبي يأخذ ولو مسافة قصيرة أو بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة مع الصين. النقطة الأخرى، في تقديري الاتحاد الأوروبي قلق فيما يتعلق بالعلاقة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ماكرو تحدث في واشنطن عن السياسة الأمريكية التجارية العدائية ضد الاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بقانون تخفيض التضخم الأمريكي أو الخوف الأوروبي من انتقال الصناعات من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أسعار الغاز الأمريكية.
دكتور أيمن، لا أريد أن نفصل هذه الملفات السياسية التي سنتحدث عنها، ولكن يعني كما تقول بأن هذه الملفات السياسية والعلاقة الملفات الاقتصادية والعلاقة الاقتصادية مع الصين هي الأكثر ربما إلحاحا كما فهمت من كلامك، وهذا ما دفع شارل ميشيل على الإبقاء على هذه الزيارة في موعدها. أذهب لضيفي من برلين لأسألك، بوليتيكو مجلة بوليتيكو ترى بأن مهمة شارل ميشيل صعبة، لماذا؟ لأن هناك عدم قدرة لدى حكومات الاتحاد الأوروبي على الاتفاق بشأن أفضل نهج تجاه التعامل مع الصين. هذا التباين في العلاقات أو في نظرة دول الاتحاد الأوروبي في العلاقة مع الصين كيف يمكن احتواءه داخليا في أوروبا؟ صحيح، هي مهمة صعبة، والسبب هو أن الاستراتيجية نحو الصين لم يتم تجديدها بعد، سيتم صياغتها في العام القادم كما هو متوقع. نواجه موقفا به تغييرات، حيث أن هناك مجموعات كانت تناهض الصين بسبب قضية حقوق الإنسان، وكانت مجموعات أخرى تنظر إلى الصين على أنها شريك اقتصادي تجاري بحت، وكانت هناك مجموعات مصغرة أيضا تشك في الحقوق في الصين. الآن مع الوضع الجديد والحرب في أوكرانيا والولايات المتحدة التي تحاول إلزام أوروبا باتخاذ صف أحد الأطراف والانحياز، نرى أن الوضع الأمني الآن على المحك. إذن فكل هذه الأمور مجتمعة تصعب مهمة شارل ميشيل وتجعلها عالية الحساسية. الحوار سيكون على مستوى رفيع، وهناك طبعا حاجة إلى هذه الزيارة. طيب، مزيد من النقاش عن هذه العلاقة الأوروبية في طريقة التعاطي مع الصين، الأوروبية الأمريكية في التعاطي مع الصين، وما الذي ستقدمه الصين على الجانب السياسي. أتوقف عند الفاصل الأول في هذه الحلقة من الرابط، نعود بعد ذلك لاستئناف هذا الملف السياسي في العلاقات بين الدول، ولكن بعد الفاصل. على هامش لقاء وزراء حلف شمال الأطلسي، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق الناتو من التحركات العسكرية للصين بما في ذلك تعاونها مع روسيا، إلا أنه أبدى أيضا استعداد الحلف إلى التعاون مع بكين حين يمكن ذلك. نستمع. Even as we remain focused on maintaining a unified, coordinated effort to support Ukraine, we're also working to increase NATO's resilience for the future as it faces new challenges, including those posed by China. In June, allies met in Brussels and agreed that China's stated ambitions and assertive behavior prevent systemic challenges to the rules-based international order and to areas relevant to alliance security. The members of our alliance remain concerned by the PRC's coercive policies, by its use of disinformation, by its rapid, opaque military buildup, including its cooperation with Russia. But we also remain committed to maintaining a constructive dialogue with China wherever we can, and we welcome opportunities to work together on common challenges. في سياق الأزمة السياسية المتصاعدة مع الصين، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته تعمل على حماية أمن المملكة المتحدة من التهديد المتنامي لبكين. نستمع إلى ما قال. Mr. Speaker, China is indeed a country with fundamentally different values to ours and an authoritarian leadership intent on reshaping the international order. But actions speak louder than words, and that's why we passed the new National Security and Investment Act. Just recently, we used that act to block the sale of Newport Wafer Fab. And this week, with our announcement of Sizewell C, we ensured that China's state-owned nuclear energy corporation will no longer be a part of the project. This government making sure that we protect our country's security. الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أعلن أو اعتبر بدوره أن الصين ليست خصما للحلف، وستستمر الدول الأعضاء في التعامل معها بما يخدم المصالح رغم المخاوف الأمنية التي تثيرها بكين. نستمع. Allies address the long-term challenges posed by China to our interests, values and security, and how we must continue to strengthen our resilience. NATO is an alliance of Europe and North America, but the challenges we face are global, and we must address them together in NATO. We do not see China as an adversary. We will continue to engage with China
when it is in our interests. نعود لاستئناف هذا النقاش وأذهب إلى ضيفي من برلين سيد أورليك. أسألك يعني ليس فقط الاتحاد الأوروبي، يعني هناك تباين تباين بين دول التكتل حيال التعامل مع الصين، حتى الناتو وصف العلاقة مع الصين بأنه الصين وصفها بأنها تحدي، ولكن لم يستطع إلى الآن استخلاص شكل الطريقة في التعامل مع الصين. وبالتالي ما هو المطلوب من بكين في هذه المرحلة عندما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب بحاجة إلى هذا العملاق الاقتصادي، ولكن هناك الكثير من الملفات؟ لو بدأنا بالملف الروسي، ما هو المطلوب في هذه المرحلة من بكين؟ الأولوية الأولى بالنسبة لكل الدول الغربية، وهي الأولوية الأهم، أن تستغل الصين علاقتها بروسيا، والتي هي ميزة لا تمتلكها أي دولة أخرى في العالم. على الصين استغلال هذه الميزة لتقنع روسيا بالانسحاب، لأننا نرى استحالة تعامل روسيا مع الغرب بسبب العقوبات، وهناك ركود عالمي، وهي من تبعات الحرب وتبعات العقوبات، وهي طويلة الأمد. لذلك الأولوية أن تستغل الصين موقفها الإيجابي مع روسيا لتتحدث إليها بشأن الحرب والانسحاب. كما أن الأمر الثاني هو قضية المحيط الهندي والهادئ وعدم إثارة التوتر مع أي دولة آسيوية أخرى. لنبقى بروسيا ونسأل ضيفنا من القاهرة قبل أن نتشعب بملفات أخرى. دكتور أيمن، هل من الممكن أن نرى تغير في النهج الصيني في هذه العلاقة مع روسيا؟ يعني هل ممكن أن تخرج الصين وتندد بهذه العملية العسكرية كما تصفها موسكو على الأراضي الأوكرانية، أم أنه بعيد هذا الخيار في هذه المرحلة؟ نعم، هذا الخيار بعيد في هذه المرحلة، لكن أمام الصين خيارات أخرى. يعني أنا في تقديري الصين حتى الآن لم تؤيد فكرة الحرب في أوكرانيا، ودائما ما تقول أن الحرب ليست هي الحل القضية في أوكرانيا، ده رقم واحد. رقم اثنين، الصين نددت عندما كان هناك تصريحات روسية باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، الصين رفضت هذا الأمر بشكل كبير للغاية. آخر اجتماع جمع الرئيس شي جين بينغ مع الرئيس بوتين، قيل بعد هذا الاجتماع أن الصين لديها أسئلة كثيرة لدى روسيا حول هذا الحرب وحول جدوى هذه الحرب. أنا في تقديري تموضع الموقف الصيني في هذه المساحة، حتى لو كانت لا تندد بشكل علني بالحرب الروسية في أوكرانيا، لكنها على الأقل تضع قيودا لما يمكن أن تذهب إليه موسكو في حربها على أوكرانيا. يعني مثلا لن تؤيد روسيا أي استخدام للسلاح النووي في الفترة القادمة، لن تؤيد أي تمدد للحرب سواء في الأراضي الأوكرانية في الوسط أو في الغرب. وبالتالي من متوقع بل من المؤكد أن الصين سوف ترفض أي توسع أو تمديد للحرب تجاه أي دولة من حلف الناتو. في تقديري الموقف الصيني رغم أنه من حيث المبدأ لن يتخلى ولن يتخلى عن روسيا، لكنه أيضا لا يدعم روسيا بشكل مطلق أو بشكل كامل. هذا الموقف يمكن أن يبنى عليه سواء في العلاقة ما بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وفي ذات الوقت يمكن أيضا أن يكون يعني مخرج للقيادة الروسية والرئيس بوتين بأنه لا يوجد دعم دولي للعملية الروسية في أوكرانيا، وبالتالي قد يعطيه فرصة لتصحيح الموقف أو على الأقل لعدم الاندفاع نحو حرب أوسع. لذلك أنا في تقديري نعم، الرئيس شي جين بينغ يملك الكثير للتأثير على روسيا، ليس فقط في المطالبات السياسية فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن فيما يتعلق حتى بالتعاون الاقتصادي. معروف أن الصين أصبحت الآن هي الرئة التي تتنفس من خلالها روسيا، وخاصة بيع الغاز عن طريق خط قوة سيبيريا 1 وقوة سيبيريا 2، وزيادة معدل التجارة في عام 2020 حتى الآن في العشر شهور الأولى إلى حوالي 200 مليار دولار. في تقديري إذا ما أغلقت الصين الباب رويدا أمام موسكو، يمكن في ذلك الوقت أن يكون بمثابة حافز ومحفز كبير للقيادة الروسية لاتخاذ مواقف معتدلة في الفترة القادمة. واضح.
يعني يقول سيد جون، يقول ضيفنا من القاهرة، أنه من الممكن كما استمعت أن يعني أن تقوم الصين بإغلاق الباب بشكل يعني متدرج أمام روسيا. ما هو مستقبل العلاقة مع روسيا في ظل فتح يعني الدول الأوروبية الباب على علاقة يعني تأمل من وراها أن يكون هناك تنسيق وتعاون اقتصادي؟ هل من الممكن، هل ستستطيع الصين مسك العصا من المنتصف بين روسيا والتكتل الأوروبي في ظل مرة أخرى ضغط أمريكي؟ بادئا أقول أنا أرفض أي تلميح أن الصين في صف روسيا وأنها تدعم روسيا أو أنها حتى تناصر روسيا. نحن في موقف مشابه للهند والبرازيل. لم تدين هذه العملية العسكرية في أوكرانيا، ومن هنا نتساءل، وهذا هو يعني سبب القلق الغربي والقلق الأمريكي، وبالتالي هل سيكون هناك تغير في النهج الصيني أكثر وضوحا إذا كنت كما تقول بأن الصين لا تؤيد ولا تريد أن تؤيد روسيا؟ هناك فرق كبير بين عدم الإدانة وبين المناصرة أو الدعم. مثلا تلميح أن الصين تدعم روسيا غير صحيح، فلا توجد أي أسلحة في أوكرانيا صنعت في الصين ولا ذخائر أرسلت من الصين. الصين لم تفرض عقوبات على روسيا على سبيل المثال، يعني هناك أمثلة كثيرة، وبالتالي سؤالي كيف سيمكن الموازنة بين هذه الأقطاب المختلفة، روسيا من جهة، أوكرانيا من جهة، الاتحاد الأوروبي من جهة، لأنه العين الآن والتركيز الآن على الصين ومستقبل العلاقة معها. ما تتحدثون عنه هو الموقف الحيادي. نحن دولة حيادية، الصين بالتأكيد تأمل أن يعم السلام أوكرانيا، وسوف تستغل تأثيرها على روسيا ربما بشكل أو بآخر من أجل الوصول إلى حل سلمي. وكما سمعنا من الضيف من القاهرة، الصين بالفعل قادرة على استغلال علاقتها الطيبة بروسيا. كما رأيتم لقد أدن التصريحات بشأن الأسلحة النووية كما قال الضيف من القاهرة. إذن من الممكن للصين أن تكون وسيط للسلام في أوكرانيا، ولكن أنا أرفض أشد الرفض أي تلميح أن الصين تدعم روسيا. واضح هذا خطأ. طيب واضح. أذهب لضيفي، يعني لم تعطيني الجواب فيما يتعلق بالعلاقة مع الجانب الأوروبي والتوازن في العلاقة مع روسيا، ولكن يعني ننتقل إلى نقطة أخرى إذا كنت مصر على رأيك. لضيفي من برلين سيد أورليك، يعني أحد أهم المسائل بالنسبة للاتحاد الأوروبي الهامة في هذه المرحلة هو الضمانات الأمنية الأمريكية، القوات الأمريكية المتمركزة داخل أوروبا، موردي السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه العلاقة الاستراتيجية والهامة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن استبدال ذلك بالصين؟ هل يمكن أيضا أن تمسك أوروبا بالعصا بين أمريكا من جهة والصين من جهة ثانية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية ويعني الجانب الأمني في العلاقة؟ أعتقد أننا إن قلنا ذلك أو جزمنا بذلك ستكون نظرتنا ضيقة. بعد الحرب العالمية الثانية تعلمنا أن دعم الولايات المتحدة مهم، فأثناء الحرب الباردة أوروبا المتحدة كانت منطقية أكثر من عدم اتحادها، فهذا يصب في مصلحة الجميع. ولذلك نحن الآن نتحدث عن الغرب وهي الولايات المتحدة وأوروبا، ودول أخرى تتشارك نفس القيم نفس المبادئ. لذلك إن قلنا أننا سنطبق هذا السيناريو وأن هناك دونالد ترامب آخر في المستقبل في البيت الأبيض مثلا، والذي ينظر إلى الناتو على أنه تحالف بالي ولا فائدة له، هذا لا يعني أن أوروبا سوف تستبدل الولايات المتحدة بالصين مثلا. لا، من الممكن أن تكون هناك
حلول وسط، تعايش سلمي متوازن، ولكن هناك فرق كبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. لا يمكن استبدال الولايات المتحدة. دكتور أيمن، إذا كان لا يمكن استبدال الولايات المتحدة الأمريكية، أليست هذه ورقة أمريكية إضافية للضغط على الجانب الأوروبي؟ كيف سيكون شكل هذا الضغط في الأيام المقبلة، ونعلم بأن هناك امتعاض من هذه العلاقة الأوروبية من زيارة شولتز إلى بكين، ثم الآن رئيس المجلس الأوروبي الحديث عن ماكرون أيضا يزور في مرحلة لاحقة، وبالتالي كيف ستضغط واشنطن؟ في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية هي تضغط ولديها أوراق كثيرة، لكن لا يمكن أيضا أن نقول أن الولايات المتحدة فقط هي من تقف في صف الصقور ضد الصين. هناك دول حتى في الاتحاد الأوروبي وفي المعسكر الغربي ضد الصين بنفس القوة وبنفس الحدية. لو نظرنا مثلا للخلافات ما بين كندا والصين، هي بنفس القوة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أيضا الخطاب السياسي والإعلامي البريطاني ضد الصين في تقديري يتوافق تماما أيضا مع الخطاب الأمريكي. نفس الأمر ربما ينطبق على دول أخرى حتى في آسيا مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. لذلك لا يمكن وضع كل المعسكر الغربي في تقديري في سلة واحدة. لكن في حتى الآن صوت الصقور أعلى بكثير جدا من صوت الحمائم. الحمائم فقط في الاتحاد الأوروبي في تقديري ربما تقودهم ألمانيا وبدرجة أقل فرنسا، لأن كما نعلم أن الرخاء الألماني خلال الثلاثة عقود الماضية قام على ثلاث ركائز أساسية منها الصين. الركيزة الأولى كانت السعر الغاز الروسي الرخيص، والركيزة الثانية عدم الإنفاق العسكري على الجيش الألماني، وكانت الركيزة الثالثة هي الوصول الكبير إلى السوق الصيني. لذلك قام المستشار الألماني بزيارة منفردة إلى الصين في نوفمبر الماضي. ربما جزء مهم جدا من هذه الزيارة لشارل ميشيل للصين في هذا التوقيت أيضا لإرسال رسالة بأن الاتحاد الأوروبي متضامن وعلى قلب رجل واحد فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين. الوضع الأمني في أوروبا أنا في تقديري، خصوصا بعد العملية الروسية في أوكرانيا، سوف يزداد الاحتياج الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل 24 فبراير الماضي كان هناك 40 ألف جندي فقط في أمريكا في أوروبا. الآن لدينا أكثر من 100 ألف جندي موجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو في أوروبا. جزء كبير جدا منهم في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي ومن حلف الناتو. لذلك أنا في تقديري اعتماد أوروبا أمنيا على الولايات المتحدة الأمريكية سوف يزداد. وبالتالي انصياعها للأوامر أو حتى للنصائح الأمريكية فيما يتعلق بالتخوفات الأمنية من الصين سوف تكون ربما تكون بنسبة 100%. الدليل على ذلك فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس. منذ فترة طويلة كانت أوروبا مندفعة للتعاون مع الصين فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس، لكن بعد تحذير الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الأمر يؤثر على أمن أوروبا وأن الصين تتجسس على أوروبا في هذا الأمر، تراجعت دول كبيرة جدا ومنها مثلا بريطانيا، فرنسا، صحيح، ألمانيا، وبدرجة أخرى دول مثل اليونان وإيطاليا. لذلك أنا في تقديري الاستماع ما زالت أذن أوروبا فيما يتعلق بالجانب الأمني هي موجهة فقط للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن للصين وليس لدى الصين أي خطط للتعاون الأمني مع أوروبا. لكن ربما السؤال هو هل يمكن لأوروبا أن تترك أوروبا في المجال الأمني وتذهب إلى مناطق أخرى مثل منطقة الإندو باسيفيك؟ أنا في تقدير هذا مستبعد، لأن دور الناتو سوف يقتصر فقط على أوروبا ولن يذهب إلى منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي. قد تذهب أوروبا فقط للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا اقتصادية للضغط على الصين أو على الحصول على أشباه الموصلات، طيب، من دول أخرى غير الصين. لكن في الملف الأمني لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سوف يكون لديه دور في منطقة الإندو باسيفيك. طيب، إذن مزيد من النقاش معكم ضيوفي الكرام بالتحديد على الجانب الاقتصادي إذن في هذه العلاقة، وما الذي يريد الجانب الأوروبي من الصين في هذه المرحلة مع هذه الضغوطات الاقتصادية وتداعيات الحرب الأوكرانية المستمرة. كل ذلك بعد الفاصل الأخير في هذه الحلقة من الرابط، ابقوا معنا. أصبحت أوروبا تعتمد بشكل متزايد على الصين في التجارة والعديد من شركاتها الكبرى، وهي حريصة على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. متابعة التفاصيل. مليارات دولار هو حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين يوميا وفق آخر الأرقام التي أعلن عنها التكتل.
وبزيادة بنحو الربع عن عام 2019 بلغ إجمالي قيمة تجارة السلع بين الصين وأوروبا نحو 732 مليار دولار وفقاً لبيانات يوروستات. تعد الصين الآن هي أكبر مصدر لواردات أوروبا حيث بلغت نسبتها 22% في عام 2021. تقرير صادر عن ميركس أفاد بأن الاستثمارات الصينية في أوروبا ارتفعت بنسبة 33% لتصل إلى 11 مليار دولار من 8.3 مليار دولار عام 2020. وأوضح التقرير أن استحواذ شركة هيل هاوس كابيتال على شركة فيليبس للأجهزة المنزلية بقيمة 3.8 مليار دولار كان سبباً رئيسياً في زيادة حجم الاستثمارات، وهو ما يمثل 35% من الإجمالي. أما استثمارات رأس المال فتضاعفت العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 1.260 مليار دولار، وكان أكبر المستفيدين المملكة المتحدة وألمانيا. نعود إلى استئناف هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة من الرابط. نركز هنا أو في هذا النقاش على الجانب الاقتصادي، واستعرضنا التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. أذهب لضيفي من برلين سيد أورليك، أحدث الملفات بهذا الشأن، هذا البعد الاقتصادي فيما يتعلق بالجانب الأوروبي، هو هذه المخاوف التي حملها ماكرون معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقانون مكافحة التضخم، خفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي، هذا التحدي إلى أي حد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من علاقات التقارب الاقتصادي مع الصين في ظل عدم اكتراث الولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو؟ في رأيي علينا أن نوسع النظرة هنا. في الماضي النموذج الأوروبي للأعمال كان يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، وهذا الأمر الآن غير قائم، وكنا نعتمد على الأمن الرخيص من الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح ذلك محط تساؤل، وكنا نعتمد على العمالة الرخيصة من الصين، وهذا الأمر تغير بعد الجائحة، ورأينا أن سلاسل الإمداد محفوفة بالمخاطر التي تستدعي رفع المرونة، كما أننا كنا نقوم باستيراد الكثير من آسيا، ولذلك لا توجد آلية أوتوماتيكية لحل التوتر مثلا مع الولايات المتحدة بشكل آخر ومن خلال مثلا العلاقات مع الصين. هذا لن يقود إلى ذلك مباشرة، لا يوجد رابط مباشر، مع هذا ما أعني. ربما ما سنرى، أنا أعتقد بأنه يوجد رابط. دعني أفسر لحضرتك سيد أورليك، يعني ماكرون عندما يتحدث مع بايدن بهذا الشأن هو لا يتحدث فقط عن نفسه، لا يمثل فقط وجهة النظر الفرنسية، يتحدث باسم أوروبا المتضررة من التركيز الأمريكي على يعني على إنعاش الصناعات التكنولوجية وصديقة البيئة الداخلية وتصديرها، وبالتالي يعني هناك أفضلية للمنتج الأمريكي على المنتج الأوروبي، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي المتضرر أصلا من هذه الحرب في أوكرانيا، التضخم، تراجع العملة، وبالتالي مزيد من الضغوط، وبالتالي كيف لا يمكن أن يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى علاقات أقرب مع الصين؟ وعلى سبيل المثال الأحدث ما نناقش اليوم، زيارة شارل ميشيل إلى بكين في هذا التوقيت الحرج بالتحديد. لا، مرة أخرى لا توجد أي علاقة مباشرة بين زيارة ماكرون ومناقشته هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي وزيارة شارل ميشيل مع الصين. الأمور فقط تحدث بشكل متوازن أو في نفس الوقت، ولكن بلا رابط مباشر. علينا فقط أن نحاول أن نجد عامل مشترك للعلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ولكن لا، عندما نواجه مشكلة اقتصادية مع الولايات المتحدة نستبدلها بالصين أو أن تحل مع الصين محل الولايات المتحدة. لا لا لا، الولايات المتحدة لها طبيعة والصين لها طبيعة، والأبعاد مختلفة تماما. أسأل ضيفي من القاهرة دكتور أيمن، على هامش زيارة ماكرون لواشنطن حذر ماكرون في أحدث التصريحات من خطر أن تذهب أوروبا عموما، فرنسا بالتحديد، لأن رئيس فرنسا يقول أن تذهب الدول الأوروبية ضحية هذا التنافس التجاري الراهن بين بكين وواشنطن، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وبالتالي ما الذي تحتاجه أوروبا بالتحديد؟ هل يمكن فعلا أن تكون ضحية في هذه المرحلة؟
طبعا لو استمرت أوروبا في هذا الوضع الضعيف أنا في تقديري قد تذهب أن تكون ضحية بالفعل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتطالب أوروبا بشكل واضح وصريح ألا تعمق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين. دائما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية تذكر الأوروبيين بشيء في غاية الأهمية، تقول لهم أنتم اعتمدتم على الغاز الروسي، حذرناكم من خط نورد ستريم 2، حذرناكم من الاعتماد الكامل على روسيا، والآن أنتم تدفعون هذا الثمن ونحن حذرناكم من قبل. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم للأوروبيين تحذير مشابه لكنه يتعلق بالصين، تقول أن الاعتمادية أو الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد على المدى طويل سوف يكون مضر بالاتحاد الأوروبي والاقتصاديات الأوروبية، خصوصا لو أقدمت الصين على غزو تايوان. لأول مرة منذ فترة طويلة يقوم وزير الخارجية الأمريكي بالحديث أن الصين تسرع خطواتها في سبيل غزو تايوان عسكريا. هذا الأمر بيقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير للغاية. لذلك أنا في تقديري الاتحاد الأوروبي الآن أمام تحدي، تحدي في عدم الاستماع لأمريكا وعدم الإنصات الأمريكي للهواجس والمخاوف الأوروبية من ناحية، وفي ذات الوقت أيضا التخوف من الاعتمادية الكاملة على الصين من ناحية أخرى. لذلك أنا في تقديري العام المقبل كما قال قادة الاتحاد الأوروبي سوف يتم بلورة استراتيجية أوروبية جديدة للتعاون والتعامل مع الصين. لكن المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري في ظل القيم المشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا يمكن الوصول إلى يعني طريق وسط، سواء فيما يتعلق بأسعار الغاز، بأسعار بالقانون التضخم، حتى بمبيعات السلاح الأمريكية إلى أوروبا. واضح. أسأل ضيفي سؤال أخير من بكين سيد جون، يعني فيما يتعلق بقضايا وارتفاع يعني أسعار الطاقة، تكلفة هذه الحرب المستمرة في أوكرانيا، هذه الأولويات والقضايا الهامة في هذا التوقيت مختلفة بين يعني الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي. الجانب الأوروبي يتكبد الخسائر أكثر من الجانب الأمريكي، وبالتالي أي دور ممكن أن تلعب الصين في هذه المرحلة من أجل جذب يعني الجانب الأوروبي وتطمين أوروبا في ظل تباين المواقف حيال العلاقة مع الصين؟ ما يمكن للصين القيام به هو المساهمة أو المحاولة الوصول إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، وأن نقنع روسيا عن التوقف عن هذه الحرب والدخول في مفاوضات. أما بالنسبة للأمور الأخرى التي من الممكن للصين أن تساهم بها هي الدخول في حوار مثلا مع المملكة العربية السعودية. هذا أمر أيضا تسعى إليه الصين، كما أن الحوار مع دول الخليج الأخرى قد يعزز من إنتاج النفط. في رأيي آفاق زيارة بلينكن إلى بكين خلال أسابيع قد تحسن من العلاقة بين واشنطن وبكين. وهذا الأمر سوف يفيدنا كثيرا. نراقب هذا الملف وهذه الزيارة. مضطر أقاطعك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم جميعا، كنت معي من بكين دكتور جون غونغ أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة العلاقات الدولية الصينية، كنت معي من القاهرة الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية في جريدة الأهرام، وكان معي الدكتور أورليك بروكنز وهو أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد ببرلين، كنت معي من برلين. شكرا لكم جميعا. قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. تساءلنا الليلة، هل تسهم زيارة رئيس المجلس الأوروبي بحل الخلافات السياسية مع الصين؟ أيضا إلى أي مدى ستعتمد القارة العجوز على صادرات الصين وسط هذه الضمانات والقيود الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ بعد استفاضة هذا النقاش خلص الضيوف إلى التالي، بأنه ينبغي على الصين أن تستغل هذه الزيارة الأوروبية بشأن موقفها مع روسيا وسط توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، أيضا موقف الدول الأوروبية وحلف الناتو حازم من هذه الحرب الروسية. على الجانب الآخر، وسط قلق تجاري بين الولايات المتحدة والقارة العجوز بشأن قانون التضخم، يحاول الرئيس رئيس المجلس الأوروبي عبر هذه الزيارة للصين ربما بلورة رؤية واضحة للمعالم أو طريقة معالم العلاقة مع الصين. وصلنا إلى ختام الرابط لهذه الليلة، أشكركم على المتابعة، كنت معكم من هنا من الرياض، إلى اللقاء.